بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. تعليق اخترت أنا معلق بها أنا النائب محادين وسيدي مولود على كلمات سمعتهم من كلام رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني في نوادي البارح. نختاره الموريتاني يسمعوهم ونختارهم يجاوبوني مولي موالاة ومعارضة ومستقلين في الطنويك الطبقة المضبوطة الياسر اللي محايدة يواجع في السنة العام. رئيس الجمهورية قعد في نوادي وقال عنه آسف أنه قاعد في العاصمة الاقتصادية المدينة الثانية من حيث الأهمية في موريتانيا عموما، واللي مادة موريتانيا بشرايين اقتصادها الحقيقي، وعنه آسف عن يعود مازال مشدود فيها أخبار خدمات أساسية بديهية وبسيطة كيف المول الكهرباء. هذا إلين يقولوا أرقاج كان في المعارضة وجاي مترشح دور رئاسة جمهورية يصنت له، وإلين يقول وزير كيف أنه معين ما كان في القطاعات الحكومية ولا قطع ولا منصب عمومي، وكيف أنه مستلم مهمات ومتوارك له يعالج ملف، يا الله يصنت له. يا غير إلين يقولوا حد حاكم موريتاني له 5 سنوات، نبغي أهل موريتاني كاملين يجاوبوني في سؤال بسيط، من رأي كان إذا الراجل حكم على أنه هو ونظامه خلال هاي المنضة نجحوا في تنمية موريتاني والله فشلوا فيها، خاصة مع استصحاب عن ميزانيات موريتاني ضاعفت والديون عليها ضاعفت، الديون الخارجية والديون الداخلية. محمد الشيخ الغزواني استلم موريتاني ميزانيته 2018 آخر سنة لصاحبه وحليفه السابق محمد عبد العزيز 560 مليار روقية، وميزانية موريتانيا هذا العام 1080 مليار، ونفس الشيء العام الماضي وسابق ذلك كانت 800 وسابق ذلك كانت 760، كل عام وراء عام تنزاد، ولين يحسب حد الفوارق بين في هذه السنوات الخمسة يدور يلحقها قريب من 3000 مليار. هذا يا أخوتي معناه شنو هو؟ ديروا على ذلك الزيادات الديون اللي لحقت مرحلة خلال السنوات الخمسة ما قط لحقتها أبدا فيما قبلها، ما الله قال لقط قال لحد من الاقتصاد عن ديون موريتانيا في هذه السنوات الخمسة أكثر من ديونها من يوم استقلالها إلى يوم استلام محمد الشيخ الغزواني السلطة. إلين يقعد لكم رئيس في نواذيب وعاصمة اقتصادية موريتانيا ويقول عنه آسف بعد 5 سنوات من حكمه عنه جاي يناقش قضايا أساسية في حياة المواطنين كين مول الكهرباء، شو تقدروا تقولوا؟ شو ترى اللي يعدل لكم به الحملة الصبح إن شاء الله وجاي مترشح يدور دازيا منضى؟ الناس اللي تدافع عنه ليه تدافع عنه باش؟ شو اللي يقولوا له الموريتاني؟ شو اللي يقولوا له النواذيب العاصمة الاقتصادية؟ شو اللي يقولوا له الزويرات وأهل الطار؟ شو اللي يقولوا له الحوضين اللي يوكم أغارقين في المشاكل يكتلوا أولادهم في مالي؟ ويوكم أغارقين في العطش وكانوا عندهم آبار في بلد مراعيهم ما يعود مشاو بحيوانهم، لو كان عندهم العلف بأسعار مضبوطة ما يعود مشاو، شو يقول له الروس وأهل الضفة الزراعة والأمن الغذائي اللي تعهدنا به عنه اللي يحقق الاكتفاء فيه ما أخلق، شو يقول له التعليم المعلمين لوكم يضربهم وقايم فيهم العياط على ملت علاوات ومدالهم المدرسة ما عندهم في الصيف الأحمر والمدارس طايحة لروس التلاميذ، شو يقول للصغار الموظفين، شو يقول للبوليس والقرد والجنود اللي قاتلوا وقاردين الحدود وهم يخلصوا 70,000 فوقية و80,000 فوقية، شو يقول؟ ايوه الرئيس بعد جاكم هو الراس وقعد وقال لكم انا اسف عني اليوم هذا متبارك شاد معاكم اخبار خدمات اساسيه كين مول الكهرباء، قطره ماء وامبول يقرا عليه تلميذي، والله يشتغل عليه خياط، والله يداوي عليه انفرميه مريض، والله تضوي سيباني تعليه 3 عيثر مسنده يشير، والله ليت ترضع واحد، والله قايس حمام امبول قطره من ما تشرب، حد ما وفرهم بعد 5 سنوات يجي يقعد يقول انا اسف عني شادني اخبار المرحله، التشخيص ينترك للناس اللي معارضه، التشخيص ينترك للكتاب، التشخيص ينترك للرأي، التشخيص ينترك للطبقة الواعية من الشعب. يا غير رئيس جمهورية ما يمطلوب منه تشخيص، رئيس جمهورية مطلوب منه العلاج، مطلوب منه ضرب على المفسدين اللي هو طلص واللي معينهم وقعدوا زروا حالا أثناء كلامه، واللي دانتهم محكمة الحسابات ولجان البرلمان ولجان التحقيق البرلمانية ومفتشات الدولة وصرقوا وتم هو معينهم ويدفعوا واحدين منهم حالا في اللحظة يبتشكوا وعينوا في وظائف أشبه من يقول كانوا عليهم. الموريتاني لا تخزوا بروسكم، محمد الشيخ الغزواني قعد لكم وقال لكم عنه 5 سنوات ما قد يوفر مول الكهرباء وعنه آسفلها ورعي جايكم دور من ضخرة خرصوا صمتوا شيء تعدلوا معاه، أرى لكم ما يتوسع، أرى لكم تحدي، أرى لكم حد غشم عنه راسه واعتبروا إنجاز واعتبروا كلام مضبوط واعتبروا تشخيص يخزي براسه، هذا رئيس طايطيه موريتاني 5 سنوات ورجع لكم قال لكم عنه آسف ما قد يحل مشاكلكم، إذا طيتوا من ضخرة عرفوا شيء يقول لكم بعد 5 سنوات أخرى.